بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، انطلاقة موفقة، نتمنى التوفيق للجميع المشاركين في هذه الانطلاقة المميزة. شوطنا الذي لا يقل أهمية مع أشواط الإبكار المنطلقة الباحثة على الانتصار والناموس، نسير بكم مع القيادة مع المركز الأول اللي ينطلق هناك وانطلقت مع الصدارة. القيادة مع وداع سعيد بن حمد الوهيبي ينطلق مع وداع في المركز الاول. المركز الثاني القادمه المزن سعيد بن سالم الوهيبي مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والتقدم ايضا القادمه في هذه اللحظات، والمنطلقه هنا غير مدونه معانا في كشف البيانات، لكن من واقع الشعار اذا صح الشعار شعار حسين بن محمد الوهيبي. المركز الرابع القادمه في هذا الانطلاق الجميل مرعيه، أو هناك نعم سالم بن حمد المالكية والدرعية مع المركز الرابع. هذه النتيجة، العودة مع الصدارة مع المركز الأول اللي راحت في الصدارة اللي انطلقت منذ البداية مع المركز الأول، وداع مع الصدارة مع الانطلاق الجميل ومع التعدي المثير بقيادة سعيد بن حمد الوهيبي. ينطلق مع وداع في هذه اللحظات يبحث عن الانتصار والناموس في هذا المقدمة مع الصدارة في هذا الشوط. تهانينا والناموس نقولها من الأعماق مع الميتين متر الأخيرة هنا مع وداع صاحبة هذا الشوط الجميل والمميز. تهانينا على هذا الإبداع، وداع مع المركز الأول اللي توادع بالناموس وتوادع بالتحدي. تهانينا على هذا الأداء الجميل. أشكرك سعيد أيضا يا الوهيبي من يتابع وداع المركز الثاني. كانت هناك أيضا المزن سعيد بن سالم الوهيبي المركز الثالث، أيضا من طلقة الدرعية سالم بن حمد المالكي. توقيتنا الزمن دقيقتين وثانيتين هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.